السلام عليكم. الفيديو دوت هو فيديو تعريفي بقناة اليوتيوب، أو يعني هو مقدمة عن الفيديوهات اللي احنا هنعملها الفترة الجاية. ايه هي الفيديوهات اللي احنا هنعملها الفترة الجاية؟ هي تكون نوعين من الفيديوهات، نوع مقدم للطلبة كلية الطب أو الطلبة اللي في مجال الطب بصفة عامة في مادة الفسيولوجي. هنهتم قوي بشرح مادة الفسيولوجي وهنكملها، كنا احنا بدأنا فيها جزء لكن هنكمله، وهنحاول واحنا بنعمل المحاضرة بتاعة الفسيولوجي للطلبة هنحاول نطلع منها معلومة نتكلم عنها بشكل عام للناس كلها، بحيث إن واحد مش طالب في كلية الطب ومش بيذاكر، هو بس عايز يستمتع بمعلومة طبية يعرفها يفهمها، يحس إن هو عارف معلومة جديدة عن جسم البني آدم، بس مش بيذاكر، هو بس بيعرف معلومة، بيقعد بيسمع حكاية فيها علاقة بالطب شوية، علاقة بجسم البني آدم، بس هي معلومة ممكن تثير تفكيره شوية. فهنحاول إن احنا نعمل الاتنين، فيديو يكون مهتم بالمحاضرة عن الفسيولوجي أو معلومات طبية للمذاكرة للطلبة، وفيديو تاني بيتكلم عن نفس الموضوع أو عن معلومة في نفس المحاضرة بس موجهة بقى للناس بصفة عامة، فبالتالي أسلوب السرد مختلف وأسلوب الكلام له أسلوب تاني أو الطريقة ليها أو طريقة تانية عشان تكون مناسبة لكل الناس إنها تسمعها من غير ما تحس إن هي بتذاكر. فلو انت مهتم بنوع من الفيديوهات ديت ما تنساش تعمل سبسكرايب وتابعنا ان شاء الله في الفيديوهات القادمة. مع السلامة.